السلام عليكم، بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش عن الحوسبة الكمومية. في اخبار مهمة جدا بخصوص اطلاق اول حاسوب كمي بسعة 10,000 كيلو بت سنة 2026. هكلمكم النهاردة عن اول كمبيوتر كمي تجاري في العالم مزود بالكيو بتات المنطقية. لازم تعرفوا ان الكيو بتات دي متصلة عبر التشابك الكمي، وبتعمل على تقليل الاخطاء في اجهزة الكمبيوتر الكمومية عن طريق تخزين نفس البيانات في اماكن مختلفة، وده بدوره بينوع نقاط الفشل عند اجراء العمليات الحسابية. شركة كيو إيرا الناشئة اللي بتبني الكمبيوتر طلعت بيان وقالت فيه ان الكمبيوتر الجديد بيحتوي على 256 كيو بت مادي و10 كيو بت منطقية، وهيتم اطلاقه في اواخر سنة 2024. والاعلان ده جاي بعد دراسة جديدة اتعملت في 6-9 السنة اللي فاتت، نزلت في مجلة نيتشر، واظهر باحثين من جامعة هارفارد وشركة كيو إيرا جهاز كمبيوتر كمي فعال بيحتوي على 48 كيو بت منطقي، وده اكبر عدد من الكيو بتات المنطقية تم اختياره لحد دلوقتي. وبيقول الباحث هاري تشو الفيزيائي في جامعة هارفارد وبيعمل في شركة كيو إيرا ان دي اول آلة بتصحح الخطأ الكمي. وعلى الرغم من ان الكمبيوتر ده ما بيملكش القوة الكافية علشان يبقى مفيد لوحده، لكن بيوفر منصة لبتوع البرمجيات علشان يبدأوا من خلالها اختبار التعليمات البرمجية لأجهزة الكمبيوتر الكمومية في المستقبل. في سؤال منطقي جدا هيجي في دماغكم، ليه هنحتاج ان الحوسبة الكمومية تصحح اخطائها؟ لازم تعرفوا ان اجهزة الكمبيوتر العادية بتخزن المعلومات في وحدات البت بقيمة 0 أو 1، لكن الكمبيوتر الكمي بيستخدم حاجة اسمها الكيو بت، يعني ممكن يخزن المعلومات بقيمة 0 أو 1 أو الاتنين مع بعض أو أي قيم بين الاتنين. مش بس كده، ده كمان سهل نجمع الكيو بتات مع بعض باستخدام التشابك الكمي، وده هيسمح لنا بإجراء العديد من العمليات الحسابية بشكل أسرع بكتير من أجهزة الكمبيوتر العادية. بس مع الأسف سهل جدا التشويش على الكيو بتات، وده بيخليها عرضة للخطأ، لكن أجهزة الكمبيوتر الكمي تبقى أفضل بكتير من أجهزة الكمبيوتر العملاقة لو بتحتوي على ملايين الكيو بتات. لكن أكبر كمبيوتر كمي تم بناؤه لحد ما أنا بكلمك بيحتوي على 1000 كيو بت بس، وعلشان كده اتجهنا للكيو بتات المنطقية. بيقول تشو إن نظام تصحيح الأخطاء الجديد بيعتمد على تكرار البيانات، يعني نفس قطعة البيانات بتتخزن في أماكن متعددة، وكمان البتات الكمومية المنطقية بتعمل نفس العمليات الحسابية عبر العديد من البتات الكمومية المادية، وبكده قللنا معدلات الأخطاء بشكل كبير قوي، لأن البيانات موجودة في مكان تاني نقدر نواصل من خلالها العمليات الحسابية. طيب إزاي الباحثين أنشأوا الكيوبت المنطقي؟ أولاً طبقوا كود حاسوبي لتصحيح الأخطاء على الكيوبتات العادية، بعد كده أعدوا بوابات منطقية أو دوائر بين الكيوبتات لتشابكها، بعد كده الكمبيوتر الكمي بيحسب حاجة اسمها المتلازمة، وده مقياس لاحتمال حدوث خطأ أو لا، وباستخدام المعلومات دي بيقوم الكمبيوتر الكمي بتصحيح الأخطاء والانتقال للخطوة اللي بعد كده. في النهاية لازم تعرفوا إن الكيوبتات الجديدة بتمثل تقدم كبير جدا بالمقارنة بالجهود اللي اتعملت سنة 2023، وكمان أظهر مختبر الكوانتم بتاع جوجل معدل خطأ بنسبة 2.9% باستخدام 3 كيو بت منطقية. بس على فكرة الرائدة عالميا في الموضوع ده جامعة أكسفورد، ودي حققت معدلات خطأ أقل من 1% لكن في البوابات الثنائية بتاعت الكيو بت. وعلى فكرة السنة اللي فاتت عرضت شركة IBM تقنية تصحيح الأخطاء في شريحة اسمها هيرون، والشريحة دي كانت بتحتوي على 127 كيو بت، وقدرت تخفض معدلات الأخطاء بمقدار 5 أضعاف بالمقارنة بالشرايح اللي قبل كده. لكن شركة كيو إيرا بتخطط لإطلاق العديد من أجهزة الكمبيوتر الكمي في السنين الجاية، بدءا من جهاز بيحتوي على 30 كيو بت منطقي و 3000 كيو بت مادي، وهيتم طرحه سنة 2025، وفي نفس الوقت هتطلق الوحش بتاعها اللي بيحتوي على اكتر من 10,000 كيو بت فيزيائي و100 كيو بت منطقي. الخبر الثاني معنا بخصوص حاجه اسمها الرنين المداري. طبعا كلنا عارفين ان الكواكب بتدور حوالين النجوم بتاعتها وبتفصل بينها مسافات هائله، والوقت اللي بياخده كل كوكب علشان يعمل دوره كامله حوالين الشمس ما بتربطوش اي علاقه بالكواكب الثانيه، لكن احيانا بتحصل انماط غريبه شويه. هديلكم مثال صغير اكتشف علماء الفلك اللي بيدرسوا 6 كواكب بيدوروا حوالين نجم موجود على بعد 100 سنه ضوئيه، ان الكواكب بتدور حوالين النجم بتاعها بشكل شبه ايقاعي، يعني الكواكب في بينها محاذاه وممارسه دفع وسحب الجاذبيه اثناء مدارهم، وهو ده الرنين المداري
عامل زي الانسجام بين الكواكب. استخدم علماء الفلك تقنية اسمها الصوتنة، ودي بيترجموا البيانات المرئية المعقدة لصوت، وده بيخلينا نقدر الصور بطريقة مختلفة تماما عن الصور اللي جاي لنا من مرصد هابل الفضائي ومرصد ويب. مش بس كده، ده كمان قدروا يطبقوا التقنية دي على بيانات الأشعة السينية وموجات الجاذبية. تقنية الصوتنة بتنقل العلاقات الرياضية لمدارتها من خلال ربط الصوت على مقياس كل كوكب، واتعملت ترجمة موسيقية للنظام النجمي ترابست 1، بس زودوا الترددات المدارية بمعامل 212 مليون علشان تبقى في نطاق المسموع، وكانت النتائج رائعة. الخبر اللي بعد كده بيقول ان وكالة ناسا اطلقت شعاع شمسي بحجم ملعب علشان يتم اطلاقه للفضاء، والعرض التوضيحي اللي انتوا شايفينه يعتبر خطوة كبيرة من حيث استخدام التكنولوجيا دي في يوم من الايام في الفضاء. بيقول ليس جونسون خبير التكنولوجيا في وكالة ناسا انها كانت خطوة اخيرة وكبيرة هنا على الارض قبل ما يتم اقتراحها في المهام الفضائية. يعني الخطوة اللي بعد كده هيقترح العلماء استخدام الاشعة الشمسية دي في المهام الفضائية بنفس الطريقة اللي بتستخدم بيها المراكب الشعاعية الرياح لدفع المركبة، فالشعاع الشمسي بيسخر ويعكس ضوء الشمس لتوليد الدفع. طبعا كلنا عارفين ان الفوتونات ملهاش كتلة، لكن لما ترتد على سطح عاكس زي المادة بتاعت الشعاع فهتنقل الزخم بتاعها للشعاع، وبكده ممكن تنقل كمية كبيرة من الطاقة للشعاع الشمسي، والشعاع هيستمر في امتصاص الزخم للتسارع طول ما الضوء بينعكس من عليه، وبكده المركبات الفضائية هتوصل لسرعات عالية جدا، أسرع بكتير من الصواريخ الكيميائية نظريا على الأقل. ميزة الشعاع بقى ما بيحتاجش وقود وخفيف جدا، يعني كويس جدا للمهام اللي كتلتها منخفضة اللي رايحة مدارات جديدة زي المهام بتاعة دراسة الطقس الفضائي وتأثيراته على الأرض. مساحة الشعاع ده لما يتم نشره بالكامل 1652 متر مكعب، ومصنوع من مادة بوليمرية مطلية بالألومنيوم سمكها 2.5 ميكرون، يعني قد شعرة واحدة من راسك. الخبر اللي بعد كده بخصوص النجوم الثنائية الفردية. علماء الفلك لما كبروا مجموعة من النجوم دي اكتشفوا ان الاجسام كأنها نشأت عن طريق عملية تغذية نجمية شرهة. استخدم الفريق بقيادة العالم روبرت كليمان مصفوفة شعرة التابعة لمركز علم الفلك عالي الدقة لدراسة النجوم الدوارة المعروفة باسم نجوم خط الانبعاث بي او بي اي لاكتشاف انماط الضوء الخافطة اللي جاية من مدارات صغيرة. كشف التحقيق في النجوم دي عن كيفية انشاء كل من النجوم القزمة والنجوم بي اي، وده سلط الضوء على مرحلة في حياة النجوم الثنائية كانت متحوطة بالكثير من الغموض لفترة طويلة قوي. بيقول دوغلاس جيس مدير مصفوفة شعرة ان المسح كشف لنا بشكل مباشر ان النجوم دي تم انشائها عن طريق النقل الجماعي. معناه ايه الكلام ده؟ يعني كشفوا عن النتيجة اللي ادت للنجوم المجردة دي. النجوم بي اي بتتشكل نتيجة للتفاعلات المكثفة بين الشركاء النجميين في الانظمة الثنائية القريبة بشكل خاص، وخصوصا لما يكون احد النجوم دي ضخم، وبتفضل عملية النقل الجماعي لحد ما اتجرد النجم من كل طبقات البلازما الخارجية وتحوله لنواة صغيرة، يعني نجم قزم. كمان المادة المجردة بتاعت النجم بتحمل معاها زخم زاوي، ودي تعتبر قوة تانية بتغذي النجم. كل ده بيسرع دوران النجم وبيخليه يدور بسرعات عالية جدا. لازم تعرفوا ان النجوم بي اي الضخمة من اسرع النجوم اللي بتدور حوالين نفسها على الاطلاق، وبسبب السرعة العالية دي ساعات بتقذف المواد بتاعتها بعيد عن خط الاستواء وبتتجمع المواد دي في قرص حواليها. اما بالنسبة لمصفوفة شعرة فدي مجموعة من التلسكوبات بتعمل كتلسكوب واحد عرضه 330 متر، وده بيمكنه ان هو يفصل الضوء عن النجوم الثنائية حتى لو النجوم قريبة من بعض قوي. كمان الفريق استخدم نوع متقدم من الكاميرات بيقدر يسجل انبعاثات الضوء الخافض والمشرق من جسم قريب، وبيضيف كلاماً ان المدارات مهمة لانها بتسمح لنا بتحديد كتل الازواج النجمية، والقياسات الكتلية بتقول ان النجوم دي فقدت كل حاجة وانخفضت كتلتها بشكل كبير قوي، تخيلوا من 10 اضعاف كتلة الشمس لكتلة شمسية واحدة. الخطوة اللي بعد كده هيوسعوا نطاق البحث عن الازواج الغريبة من النجوم الصغيرة والكبيرة لحد الافق الجنوبي فوق الارض باستخدام التلسكوب الكبير VLT بتاع مصفوفة اتاكاما، واحتمال يلجأوا لمرصد هابل الفضائي لفحص الضوء فوق البنفسجي المنبعث من الأقزام الساخنة دي. في النهاية لازم تعرفوا ان المسح ده وضح لنا قوة مصفوفة شعرة، يعني باستخدام الدقة الزاوية الاستثنائية للمصفوفة والنطاق الديناميكي العالي هيسمح لنا بالإجابة على أسئلة مهمة جدا حوالين تكوين النجوم وتطورها. هستنى رأيكم تحت في التعليقات. لحد نخلص حلقتنا يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.